ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الشهر وهو شهر رجب ليس له خاصية من حيث مشروعية عمل من الأعمال، بل هو كسائر الزمان، فلا يخص هذا الشهر بصيام ولا بصلاة في ليلة أو ليالي ولا بشيء من الأعمال دون سائر أيام الزمان، وإنما يطلب فيه ما طلب في سائر الأشهر الحرم وفي سائر الزمان من توقي السيئات وحفظ حق الله تعالى في هذا الزمان.